كشف بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان في مصر تفاصيل عن المرض الغامض الذي ظهر في إحدى القرى بقنا. وقال البيان: قامت فرق وزارة الصحة بمناظرة الحالات وأخذ عينات الفحص من الحالات التي ظهر عليها الأعراض المرضية. ما تم أخذ عينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وأخذ عينات من البعوض ويرقات البعوض، خضعت جميعها للفحص بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان. أظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، وجود البعوض الناقلة لمرض حمى الضنك والمعروفة باسم الزاعج المصرية. كما أظهر نتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة وفحص الحمض النووي إيجابية، بعض العينات لمرضى حمى الضنك، الحمى المؤلمة للعظام. وبحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، فإن حمى الضنك الحمى المؤلمة للعظام هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك، والذي لا ينتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، وينتقل إلى البشر عند العالم. وتقدر عدد أصابات من المرض بنحو 400 مليون حالة سنويا، كما أن 40% من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة بالمرض. وطبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة مثل صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام بالعضلات والمفاصل، غثيان، غير انتفاخ الغدد، طفح جلدي. وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين إلى 7 أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة الباراسيتامول، وتتكرر التفشيات الوبائية للمرض ما بين 3 إلى 5 سنوات. يعتبر الناقل الرئيسي للمرض هو بعوض الزاعج المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل، وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات أناث البعوض المصابة، وتتكاثر البعوضة في أماكن تجمع المياه الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة والتي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض. لذا فإن أفضل سبل لمكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة والعمل على منع تواجد القمامة والمستنقعات والمياه الراكدة. وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل، ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرضى حمى الضنك، ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجة والقصير. كما أكدت وزارة الصحة والسكان اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكافحة نواقل المرض والحد من انتشاره.